الحربية وإلى الميدان تحديدا نعود في هذه الحلقة من الأرض، لكن ظروف المعارك في الأزمة السورية جعلت الوصول إلى أجزاء من الأرض السورية صعب من الأرض، لكننا هذه المرة سلكنا طريق الجو. الطريق إلى دير الزور يمر حصرا بالقامشلي، ومن هناك بالمروحية العسكرية وصولا إلى مدينة دير الزور. القامشلي بالمروحية العسكرية لم يكن سهلا، في بعض الأماكن كان يمكن التحليق على علو منخفض، ولكن في مناطق أخرى كان على الطيارة الارتفاع بالطائرة المروحية تجنبا لمرمى نيران داعش في المناطق التي يسيطر عليها، وصولا إلى هذه المدينة دير الزور، المدينة المحاصرة من داعش من الجهات الأربعة، والمحافظة التي تسيطر داعش على المناطق المجاورة لها في الرقة والحسكة وحمص عبر تدمر المدينة السورية وصولا إلى البوكمال والحدود العراقية. إذن من مدينة دير الزور هذه الحلقة من الأرض، أهلا بكم. معسكر القلاع، هاي الشوارع اللي قلت لك عنها، في هذا ما يسمى الكورنيش الموازي للنهر، في عنا على النهر، يعني عفوا هذا الكورنيش كمان كورنيش ثاني، يعني هذا جسر السياسية، هذا جسر المعلق اللي تهدم ب 3/5/2013 من قبل عصابات الإرهابيين المسلحة، هاي جزيرة حويقة قاطع، هاي الحويقة، في عنا الحويقة الشرقية والحويقة الغربية، في عنا نحن ماشيين هون باتجاه الشمال، في عنا هاي حويجة صقر، هاي نحن كانت قسم منها كبير معنا في يوم من الأيام. نجي من هون كمان نبدأ من دوار السلامة، في عنا هون مبنى المحافظة، وفي عنا الفيلات، في عنا هون حي الجورة وحي طب الجورة، هذا حي الشعبي، في عنا هذا شارع السجن امتداده بيوصل لدوار مدرجة، وتابع هذا الشارع بورسعيد يصل ل المدينة التقاء بالطريق العام اللي رايح باتجاه الميادين البوكمال. في عنا الشارع هذا الشارع الرئيسي هون ضمن حي جورة، هو شارع شارع الوادي، شارع الوادي هذا عنا الشارع العام أيضا ممتد من دوار السلامة إلى دوار الكرة الأرضية، دوار جندي المجهول، دوار السيد الرئيس، دوار الباسل، مرورا بالحميدية وباتجاه الطريق الكورنيش، طريق الشرقي اللي موجود على ما بين حي الطحطوح وحي الصناعه. اليوم المسلحين وين تجمعاتهم داخل المدينه الكبيره؟ التركيز المسلحين حاليا في منطقه الحميديه، في المنطقه هاي ومنطقه الحويقه، في عندنا هون في حي الصناعه وحي المطار القديم، عندنا حي الرصافي هذا تحت سيطره الجيش العربي السوري، حي الصناعه وقسم كبير من حي الطحطوح والاضافه الى هرابش، وهذا هون المطار العسكري كمان، كلها المنطقه هي معنا هون كلها اللي شايفينها. في عندنا هون اذا قلنا هون ضمن الحميديه وقسم من الحديقه المركزيه هاي، في عندنا المنطقه هي تحت سيطره العصابات الارهابيه، في عندنا هون ايضا جمعيات البعث، جمعيات حزب، في عندنا هون حي العمال، جامع العرفي، وفي عندنا جامع المفتي وحي العمال، قسم من حي العمال ايضا مع العصابات الارهابيه والملعب البلدي. اليوم كل هذه خطوط التماسي خطوط اشتباك. كل مكان في دير الزور هو عبارة عن ميدان قتال مع العصابات الإرهابية المسلحة في كل الاتجاهات، من اتجاه الشمال اتجاه النهر سبير النهري، من اتجاه الشرق اتجاه المطار، من اتجاه الغرب
حاليا بثلث الرواد في المنطقة هاي، بثلث الرواد وبالبيلية من اتجاه الجنوب، من اتجاه هون في عنا هاي البانوراما معنا كمان هالمنطقة، في عنا الفوج 37 أيضا نقطة تماس ومع عشرات الغربية المسلحة، وما بعد الفوج في عنا حتى مقبرة النصارى ومعروفة من قبل الجميع، وما مدرسة السياقة باتجاه المعهد التقني للنفط، وفي عنا في جبال الثردة هاي كمان موجودة أمامنا عدة نقاط في جبال الثردة هاي على طريق يرزو الميادين كمان تحت سيطرة الجيش. طريق تدمر اليوم باتجاه المدينة أو باتجاه دير الزور، هذا هو الطريق يبدأ من المدينة من دوار المدلجي مرورا في الملعب البلدي في كلية جامعة الفرات، وهذا هو الطريق من تبع حتى البانوراما وباتجاه تدمر. هذا الطريق نحن الواقفين عليه، هذا هو الطريق الرئيسي اللي بيوصل لمدينة تدمر وما قبل تدمر. في عنا قرية المالحة قريبة هون 22 كيلومتر، بعدها في عنا قرية الشولة، في عنا كباجب، وفي عنا نقطة مرورية على الطريق مسخني، بعدين في عنا السخني، وبعد السخني بيجي مدينة تدمر. التجهيز الهندسي ساعدنا كثير بالصمود. طبعا الشهر 12/23 مفخخة. من 16 وحدة فجرناها بأراضيا يعني قبل ما حتى مجرد انها تتحرك تبين عليها تكون متفجرة. وفي اثنين تمكنوا من الوصول لعنا، الحمد لله في وحدة منين ما كان فيها خسائر. وحدة فيها خسائر خفيفة. وخمسة بمنطقة محايدة يعني بمنتصف الطريق بيننا وبينه. أربع سنوات من الأزمة ومطار دير الزور يتصدر لائحة الأهداف في هذه المحافظة للمسلحين. اختلفت الفصائل المقاتلة في محيط المطار من الجيش الحر إلى جبهة النصرة وصولا إلى داعش، ولا يزال هذا الصرح هدفا للمسلحين يحاولون دخوله منذ اللحظة الأولى لبداية الأحداث في سوريا، اعتقادا منهم أن سقوطه سيسبب السيطرة على كامل أراضي دير الزور. أربع سنوات ولا يزال هذا المطار يصد الهجمات المتتالية يوميا، هجمات بعدد كبير من المفخخات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والانتحاريين. وحتى هذا اليوم تمكن العسكريون المرابطون هنا في المطار من تطوير قدراتهم القتالية وأساليبهم وصد كل الهجمات، والآن يصدون معظم الهجمات وبوقت قياسي نسبيا. وهي تفجرت العربي هون، هي نحن على تماس مباشر مع المسلح. لا تفوت وراها دغري، لا تفوت وراها دغري. بتعرف وين مركزين كل تركيزهم؟ يوميا يوميا لهزه ومحل بتلف السياره وبتفوت اجي تتجرى هون. هذا
اي يلا فوت ورا. ايوه كل جرار الغاز هون لهالمدخل هذا. يقتلوه طيب انه يجيبوه يجيبوه اسير يا اخي فوق العباره قاعد تقتلوه ولا لا قاعد يمشي يا زلمه وقفتوا غلط على بيك عبد الاسود في عناصر على الجسد هنيك في واحد نزل لهم ليك عم يركض باتجاه السياره السوداء عم يركض باتجاه السياره السوداء هو باتجاه السياره انا هلوم بالعرض هذول لك ولا لا وصل وصل على السياره السوداء وصل على السياره السوداء هذا اللي كان على الجسر تمام مقرب على السياره هاي دفاع هاي تبع دفاع وطني هذا لك والله اللي مضربه انه صديق صديق طيب وهلا ما بيروح لهون اوكي نحن باي جهه من المطار حاليا هلا نحن بالجهه الشرقيه من المطار دير الزور نعم الهجوم هي في جهه اعنف من جهه بيكون عاده ايوه اي جهه هي الاعنف نحن هلا ساتر المطار من جهه الجنوب الشرقي لمطار دير الزور العسكري تعرضنا اكثر من مره اكثر هجوم للمسلحين باتجاه المطار عن طريق أبو الوليد عن ساتر أبو الوليد تعرضنا لمفخخات عربات بي ام بي ودبابات مفخخة طبعا عناصرنا بيستهدفوا المفخخة بس نسمع صوتها قبل ما توصل لعنا على الساتر أو باتجاهنا بقوازف الار بي جي وبيتم تفجيرها عن بعد يعني عدد كبير قد ايه فينا نقول تقريبا يعني نحن استهدفت كم مفخخات لهيدي الجبهه لحد تاريخ من 4 أيام من 5 أيام تم تفجير عربي مفخخه على الساتر امامنا بمسافه 150 متر باستهدافها بقذيفه ار بي جي وتم تفجيرها قبل ما توصل على ساتر ابو الوليد وقبل منا تعرضنا تقريبا ل10 مفخخات انتحاريين نحن عم نحكي بهال انتحاريين المفخخات عم يكونوا دبابات اليات عسكريه اليات عربات بي ام بي دبابات يعني اذا هن عم يفخخوا دبابات قديش بيملكوا سلاح ثقيل هلا هنن حصلانين على سلاح على عربات على دبابات وهي حاليا هلا هيدي هون هدف عم ينضرب هلا ايه رميت يلا اطلع 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 ليك 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 تدخني هنيك ها ايوه اجيت بدشني ليك طارد تقرب كل مكان 100% ممتاز تعال انزل
هيدي حاليا شاف هيك معنا حاليا تم استهداف كجمع المسلحين. ايوه هي دشم المسلحين مرابط الهاون. ايوه مرابط الهاون بيستهدفونا فيها المسلحين من هنيك لهون. يعني نحن بنتعامل معهم كمان بالهاون وبالمضادات الوسائط الناريه اللي موجوده عندنا هون وبالطياره. كثير قريب هون كثير قريب. ايه هلا في احدى المعارك ما بعرف اذا بنذكرها في احدى الاشتباكات بيننا وبين المسلحين على زاويه ابو الوليد هنيك تم المعركه بالقنابل. يعني كنتوا هالقد قراب. ايوه نحن بدنا نسترجع الدشمه اللي كانت معهم وهن جمنا. كانت حرب قنابل حرب قنابل بكل معنى الكلمه امتار يعني امتار بيننا وبين المسلحين واسترجعنا النقطه وصارت لنا والحمد لله الامور. بدي ارجع لورا شوي احكي يعني نحن اليوم عم نحكي عن سنوات مطار دير الزور يتعرض للهجمات يوميا بيجي بحاله اشتباكات يوميه ليلا نهارا. كتر ما تعرضنا للمفخخات والعربات والاشتباكات مع المسلحين صدقا صار عندنا العسكري لدرجه انه بيشتغل مكان الضابط والضابط كمان معه وكلياتهم يعني بيتخذ القرار. العسكري اللي موجود على الساتر مع على تماس مباشر مع المسلحين بيرصد المسلحين او تحركاتهم او اذا عم يدشموا او يشتغلوا او يحفروا فورا بدون الرجوع للضابط بيرصد وبيتخذ القرار وبينفذ الرمي وبيعلم قاده. يعني العسكري وصل لمرحله انه لدرجه انه بيشتغل كانه اكاديمي الحمد لله رغم كل الظروف الصعبه اللي عايشينها هون. كمان هلا يبدو انه في وهلا حاليا في طيران بده يستهدم مقرات الهاون للمسلحين. ليك يا شمال مبينه واضح هلا بس تطلع الطياره هن ما بيطلعوا. ماشي كانوا شافوا ورد. هلا نحن علي منستهدفهم دائما بالهاونات من عندنا من هون واحيانا الدبابه اللي بنسر هون عم نحركها وهديك اليوم رمينا طلقتين متفجر على الدشمه هي اللي مبينه قدامي هلا وكياسه طايره اذا انتبهت. انا مستهدفهم بالدبابه من هون عندي فتحه الدبابه هون بنحركها باقصى سرعه بترمي على الدشمه اذا كانوا من الصبح بنكتشف انه حاطين كياسه زياده والخيمه هديك اليوم الله يعطيك العافيه علي كمان حرقت لنا اياها حرق. بس يسمعوا صوت الميج او الطيران بالمطار فورا المضادات بتشتغل من جبهه المسلحين باتجاه المطار لا على التعيين يعني بيرموا بكل الاتجاهات حتى لو كان الطيران معلى بالجو او عم ينزل بالمطار. يعني ما عندهم مشكله ذخيره او مشكله سلاح فيه بالحقيقه من خلال الرمي اللي بيرموه باتجاه الطياره او الحوامي او باتجاهنا بيملكوا ذخيره. امداداتهم من خلال احنا احيانا بنسمع اصواتهم بالليل من المسافه قريبه بيننا وبينهم بيتقاتلوا مع بعض بيصيحوا على بعض ما اجتنا الذخيره حدود العراق مفتوحه من الرقة ليش ما اجوا من الرقة المؤازرة يعني صياحهم هيك وبنعرف انه جغرافيا امتدادهم لوين هون؟ امتدادهم باتجاه المراعي ابو مو حسن البكمة يعني الحدود العراقية. ايوه على الحدود العراقية يعني اقرب شيء حدود مفتوحة لهم هي الحدود العراقية وبتجيها المؤازرات من الرقة سابقا حاليا هلا ما بنعرف. طيب هن بيطلعوا يعني انا سمعت انه طلعوا باتجاه تدمر هاليومين مثلا طلع منهم من هون حسيتوا اختلفت الجبهة حسيتوا في معلومات عن هالموضوع؟ هلا معلومات ما لنا متاكدين بس من خلال من اربع ايام ولا لحتى الان
خف فعلا، خف حركته وحتى رماياته. منيحة ضربة الدبابة ايش تدشمي؟ انت عند عسويت عند السيف مهدم ماني؟ بدي اسألك بالنسبة لوضع الجيش تحديدا، يعني اليوم هذا الحصار مال، يعني بالنهاية اللي المقاتل بحاجة ليكون عم يتغذى جيدا، صح أكيد. عم بينام عم يرتاح، يعني هذا الضغط اللي عم يتعرض له العساكر ما حينعكس، يعني او كيف ممكن يعني يتحسن هذا الوضع بالنهايه، لانه بالاخر في فتره زمنيه يبدو انها بعدها مطوله. صحيح اكيد. العناصر انا بالنسبه كقائد ميداني على ارض الواقع عم نتعرض لكثير ضغوطات وكثير مشاكل، وشو فينا عمن سهل الامور او من خفف عن معاناه العسكري حسب استطاعتنا وقدرتنا وإمكانياتنا، وما بينحل هالشيء هذا لكل شيء عسكري بدير الزور إلا بفك الحصار عن مدينة دير الزور. يعني هاي النقطة، هاي النقطة المسلحين على يسارة وأمامه وعلى يمينه، هاي النقطة الوحيدة اللي صار في حديث بيننا وبين المقاتلين، ما في نحن الآن متواجدون في النقطة الأقرب إلى المسلحين على جبهة مطار دير الزور العسكري، في هذه النقطة تحديدا المتقدمة على باقي القوات. المسلحون متواجدون من الجهات الثلاث المحيطة بهذه النقطة. تتعرض هذه المنطقة لهجمات مستمرة من المسلحين بكثافة كبيرة منذ سنوات عدة في محاولة للسيطرة عليها كما على باقي المطار، ولكن الوضع الجغرافي لهذه المنطقة يضعها في مواجهة صعبة جدا، كذلك مع صعوبة توصيل المواد الأولية والغذائية وأيضا الذخيرة إلى هذه النقطة. ومع ذلك يبدو أن هناك تثبيت قوي وتواجد للعناصر الذين أصبحوا ذات خبرات عالية جدا في هذه النقطة للمواجهة وللاشتباك مع المسلحين بشكل دائم ويومي، وحتى في اليوم الواحد قد يحصل أكثر من اشتباك في هذه المنطقة. وين الأهلام؟ بينهم لك هاي في سيارة طلع بينا. شفت السيارة. يلا شباب عسل. ايه واش
هي مدفعية بترمي. تماس مباشر مع المسلحين مثل ما انتم شايفين، يعني هذا المستر هذا مستر للمسلحين. نعم عرفتي كيف؟ ايه هلا هون نحن تقريبا على سور المطار تماما. اوكي عرفتي شلون؟ نعم نعم. طيب هلا خليني بلش اسالك، اول شيء قد ايش صار هيدي النقطه عرضه للهجوم يعني من بدايه الازمه؟ والله من بدايه الازمه هن عم يحاولوا كثير يستهدفوها بعده مفخخات، يعني اجت اول مره لسه كمان الطرقات والسواتر تشهد يعني على كثر المفخخات اللي انفجرت اكثر من 10 ل 15 مفخخه كلها عربات وكلها، وحاولوا يعملوا عمليات انزال بس الحمد لله فشلوا بصمود وهمه شبابنا والشباب اللي شفتوهم المرابطين هون شباب عناصر الحرس الجمهوري. الفرق بين العمليات القتاليه ايام اللي كانت جبهه النصره وايام اللي اجت داعش، شو الفرق؟ اكيد كله اختلف بالنسبه للمفخخات، زادت المفخخات، زاد عدد المفخخات و زادت الشراسة بالنسبة لمقاتليننا كمان تجاه لصد هجوماتهم هاي اللي كلها بائد بالفشل. هلا اكيد نحن همنا بالدرجه الاولى حمايه المقاتل اللي واقف عم يحمي على الخطوط، الواقف على الخطوط الاماميه على الحد الامامي على خطوط التماس المباشر. مثل ما انك شايفين نحن قمنا بتدعيم المساتر باكياس من الرمل على طول خط الجبهه، على طول خط الجبهه، وهذا الشيء مشان حمايه العسكري المقاتل لانه سبب زياده وكسره المفخخات اللي كانت عم تجينا. طيب اليوم كيف عم يتعامل المقاتل مع المفخخة؟ يعني هي يعني بتسبب حالة إرباك بشكل عام، ليش؟ لأنه ما بتعرف كيف شو أضرارها، ما بتعرف شو اللي صار بالمحيط تبعك، ما بتعرف شو الوضع، ودائما بيجي بعدها هجوم محاولة اقتحام. طب كيف التعامل يعني هل تطور؟ هلا شو عم بيصير حاليا؟ هلا صرنا على كثر العدد المفخخات اللي صارت تجينا صار عندنا خبرة بالتعامل معها، يعني مثلا صرنا مثلا اول ما بتيجي المفخخه بنعرف من صوتها من وزنها من مشيتها على الارض من سرعتها على الارض انه اذا مفخخه او نقل للجنود، وبنتعامل معها على هذا الاساس. اذا كانت مفخخه بنلجأ لحمايه انفسنا اول شيء، بعدين بنطلع بنتعامل مع الهدف بطريقه نحن بنختارها، اما عبر القوازف او عبر السلاح المناسب. يعني هاي كلها مناطق ما بيأثر عليها. طيب خلينا نرجع لهيدي النقطة تحديدا لنحكي عن أهميتها. أهميتها يعني مثل ما عرفت إنه هي بتختلف عن باقي النقاط، إنه ممكن التسلل منها لكامل المطار. تماما. اشرح لي شوي عن هيدي النقطة تحديدا. هلا هي النقطة تعتبر خاصرة المطار اليساري. اي خرق من هاي الخاصره يعتبر يعني خرق للقوات الموجوده هون، يعني لا سمح الله اذا صار خرق بهي النقطه فاتوا باتجاه المطار، فاتوا اخذوا النقاط كلها الموجوده باتجاه المطار، رجعوا ورا القوات وسيطروا على المطار. عرفتي من هون تكمن اهميه هاي النقطه، بالاضافه للاستراد الموجود على يميننا هذا بده يكون دائما بشكل دائم مرصود. هلا بتحبوه بنروح بنشوفه، هذا استراد بيوصل باتجاه البوكمال وهذيك النقاط الميادين منطقة الشرقية. الأعداد اللي هون بتهجم هي أعداد كبيرة أو هي نوعية السلاح قوية؟ يعني شو الميزة تبع الهجومات اللي بتصير هون؟ شو
قصير. هلا ما في ولا مرة هجموا بأعداد قليلة، كلها دائما أعداد كبيرة عم يتم، والحمد لله نحن عم نقوم بصد الهجومات كيف ما كانت، إن كانت أعداد كبيرة أو إن كانت أعداد صغيرة، بس ولا مرة صار إنه هجموا بأعداد صغيرة، كلها دائما أعداد كبيرة عم تجي. إيه بتخبرني عن أخطر هجوم صادفتوا بهذا؟ أخطر هجوم إجت أول مرة عربي مفخخة، تم التعامل معه وتفجيره عن بعد من طرف عناصرنا الشباب الموجودة. إجت ثاني مفخخة وراها وقفت لمدة 5 دقائق 10 دقائق، فكرناها عربة إنزال. تقدمت العناصر حتى تعاملنا معه ورميناها وطلعت مفخخة وانفجرت. إجت الثالثة كانت عربة إنزال، نزلت عناصر بس الحمد لله كلها المحاولة باءت بالفشل. هاي محاولات كلها هاي باءت بالفشل، والحمد لله تصدينا لثلاث عربات واللي انفجر منه انفجر وما حدا رجع من المسلحين عايش. باختلفت النتيجة، يعني اليوم عدد الشهداء اللي عم يقع بالاشتباك أقل من قبل، أو أنه لا بعدنا بسبب أنه قوة الهجوم عم يكون في خسائر بشرية كبيرة؟ هلا ما في معركة بدون خسائر، ما في معركة بدون خسائر. هاي بتقع يعني لصلابة الخط أو عدد أو طبيعة السلاح اللي بيهاجمونا فيه، شو السلاح اللي بيهاجمونا فيه وكيفية التصدي لهذا السلاح بقى هي اللي بتحدد طبيعة الخسائر. وإن شاء الله الحمد لله خسائرنا قليلة وما في خسائر إن شاء الله بتكون. بس في كم نقطة هون مقنوصة، بس بدك استعجلي لك شوي. إن هاي دشم هاي كلها مثل ما شفتي هذا. خلي يلا يلا أسرع يلا يلا شباب يلا انخفضوا. يلا هون 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 هاي تمام. فوتوا جوا فوتوا جوا بتشوفهم جوا أفضل. يعطيك العافية. تفضل. هون طبعا اجت مفخخات انفجرت هون. هاي الطريق لوين بتوصل هيك كمان؟ اتجاه الميادين بكم. الطريق توصل للحدود؟ توصل للعراق. توصل للعراق. ميادين بكم للعراق. طبعا. يعني نقطة يعني خط إمداد هذا عرفتي كيف؟ سالك بالنسبة للمسلحين. سالك. هلا نحن حدنا الأمامي مثل ما شفتي، هذا هو هذاك هذيك كل المسلحين، هذيك مساتر المسلحين لبيوت النازلة مستخدمينها كمساتر لهم. انتشروا شباب يلا. Come on, come on.
الشاه. في دير الزور ما شفنا الغيرية، ولا بيزعلوا مني أهل دير الزور، ما لاحظنا ولا لمسنا الغيرية الموجودة عندهم والحماس والدفاع عن الدفاع عن أرضهم وعرضهم. جانا فقط مجموعة الشعيطات زود الشرقية اجوا قاتلوا معنا، لكن بأعداد خجولة يعني، أيضا يعني مو هالأعداد الكبيرة حسب العشائر الموجودة. الخط الغربي اجونا جماعة البوسرايا. بداية شكلنا معسكر مقاتلين العشائر في تدمر، بعدها صار في ضغط من قبل الإرهابيين الدواعش على دير الزور، وطلب منا الانتقال من تدمر إلى دير الزور لمساندة الجيش العربي السوري. وفعلا انتقلنا وشاركنا بمعظم المعارك ضد هذا التنظيم الإرهابي. بأي سنة عم نحكي هذا الشيء؟ طبعا بال 2014، بداية 2014 قدمنا الشهداء وقدمنا جرحى، ونحن جاهزين لأي معركة ضد هذا التنظيم الإرهابي في جميع الأراضي السورية. نعم، بداية خليني أسألك شوي عن يعني المناطق، مناطقكم مع دخول داعش للمناطق شو كان عم بيصير، كيف طلعتوا، يعني خبرنا شوي عن هاي المرحلة. طبعا نحن من بداية ظهور داعش بالرقة صار قتالنا ضد هذا التنظيم، بداية من دير الزور إلى مرقدة. ظلينا نحارب هذا التنظيم 9 أشهر تقريبا، لحتى وصل مناطقنا واستلم المنطقة الشرقية بشكل كامل في دير الزور المنطقة الشرقية. تواصلنا مع أكثر من جهة ومن ضمنهم سيادة العميد عصام زهر الدين لتجميع معسكر في تدمر، وبتواصل مع سيادة العميد ومع الجهات المعنية في دمشق شكلنا هذا المعسكر. ولحد الآن احنا قائمين على العمل، وعندنا مركز مقاتلين العشائر في الحسكة، وعندنا معسكر في تدمر الآن يشارك مع الجيش بحصار تدمر، وإن شاء الله تحريرها عن قريب. أبناء العشائر بشكل عام كلهم عندهم خبرة بالتعامل مع أي نوع سلاح، ونحن أول ما فتحنا المعسكر طلب منا أن نتدرب على الأسلحة، فرفضنا لأنه شبابنا كلهم عندهم خبرة بالسلاح. اليوم بالمعارك خبرني شو مثلا الخبرات اللي اكتسبوها، لأنه اليوم مختلفة مسألة حمل السلاح أو مسألة الدخول بأي إشكال عن معارك كبيرة ضخمة ضد تنظيم مثل تنظيم داعش. طبعا مقاتلين العشائر على مستوى الخبرة القتالية اللي استفادوها سابقا وضمن القتال مع رديف مع الجيش العربي السوري، أغلب الشباب هم قادة ميدانيين، يعني أي شخص من الشباب الموجودة إذا يقود مجموعة ما في عنده مشكلة، لأنه صار عنده خبرة بقتال الإرهابيين على كل الاتجاهات. موسيقى
نحن جاهزين، واحنا اذا ما دفعنا ما راح نعيش، ولا اولادنا ولا اخواننا، فاحنا مستعدين ان ندفع دمنا وروحنا وقلبنا وكل شيء في دول سوريا. وسيادة الرئيس بشار حافظ الاسد، اللي اليوم ارتكبت داعش مجازر بالشيطات تحديدا اليوم، يعني ليش هيدا كان العنف الشديد تجاه هيدا العشيره تحديدا؟ كان العنف الشديد باتجاه العشيره، لان العشيره الوحيده اللي قاتلت داعش من اول نزولها بسوريا واول بدايه انشائها، العشيره الوحيده اللي قاتلت الشيطات وتمت مقاتلتها وراح نظل مقاتلين اليوم هذا وبعد ألف سنه دام داعش موجود احنا راح نظل مقاتل. اليوم لما بتقول انه نحن عم ندافع عن ارضنا، يعني بتعني فيها دير الزور؟ يعني اليوم اذا دير الزور تحررت عندكم استعداد مثلا تنتقلوا لمنطقه ثانيه او تقاتلوا لجانب الجيش بمناطق اخرى؟ احنا دير الزور مو بس ارضنا، سوريا كلها ارضنا، وسوريا قلت لك امنا، راح ندافع عن سوريا كامل وباي مكان بسوريا وباي مكان راح نقاتل، لو حتى يكون باي جهه عربيه او دوله عربيه يمسها السوء والضر، احنا كرامتنا وتربيتنا واخلاقنا ان نكون بالأول موجودين مع أي جهة تطلبنا. قتلتوا خارج دير؟ الحمد لله أنا كنت القائد العسكري بالحسكة مع القائد أبو محمد عبد الباسط الله يرحمه ويتقبله إن شاء الله، وقاتلنا بالحسكة قتال جميعا، كنا كل الشباب مقاتلة قادة موجودة. خبرني بداية قد ايش صار لك عم بتقاتل لجانب؟ طبعا صار لي تقريبا 3 سنين. طيب ليش اخذت هذا القرار بالقتال؟ بدي ادافع عن اهلي وعرضي، يعني اللي ما بيحب امه ما بيحب سوريا. شو اللي صار بعيالك؟ انت كنت موجود بالضيعة لما حصلت المجازر؟ طبعا لا، مالي ابن قر، من ابن دير الزور، من شفت اخوتي الشباب اجوا يدافعوا وكذا بدي اصير معهم مشان ارجع اهلي الغايبين وارجع العالم كل الغايبين. كمان مرة تطلق يا عسكر، لا كنا شفنا عسكري. سيارة.